مرات مع مراسل التلفزيون العربي في جنوب لبنان وبالتحديد في رميش خليل الكلاعي. خليل، ضعنا في التفاصيل الميدانية حيث تتواجد. نضال آخر التطورات كان العملية العاشرة اليوم التي يشنها حزب الله ضد المواقع الإسرائيلية قصف بالأسلحة المناسبة طال محور بياض بليدة في الداخل الإسرائيلي. هذا هو الموقع الذي استهدفه حزب الله منذ حوالي ساعة بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة وفق بيان الحزب. قبل ذلك كانت هناك عدة عمليات للحزب باتجاه المواقع الإسرائيلية، وكانت هناك أيضا عدة اعتداءات من الجانب الإسرائيلي بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية ضد كل من كفر كلا الخيام، الناقورة، طير حرفة. كان هناك قصف جوي طال أحد الجبال هنا في الجنوب اللبناني، كان ذلك تحديدا جبل الريحان الذي طاله قصف جوي إسرائيلي، وكذلك كفر شوبة والوزاني التي طالها قصف مدفعي. قبل ذلك كله كان هناك قصف جوي استهدف بلدة كفر كلا، وكان قصفا جويا عنيفا من عدة غارات وتسبب في تدمير عدة منازل، وسبق ذلك قصف مدفعي أيضا طال النقطة الفاصلة بين الجبين ويارين في الجنوب اللبناني. قلت إذن أن حزب الله شن عدة عمليات في الداخل الإسرائيلي ضد المواقع الإسرائيلية، استهدف زرعيت، استهدف نفح، استهدف ثكنة المطلة ورويسات العلم والمتوقعة في تلال كفر شوبة، واستهدف غيرها من المواقع المتواجدة على طول الشريط الأزرق بمحاذاة الحدود اللبنانية. إذن في المجمل فإن الاعتداءات الإسرائيلية بالمدفعية أو بالقصف الجوي تكررت اليوم في أكثر من مناسبة. حزب الله رد على هذه العمليات. وفق بيانات الحزب فإن هذه العمليات التي شنها على مختلف المواقع كانت في إطار جبهة الإسناد، وأيضا في إطار رد الاعتداءات على البلدات والقرى الجنوبية. اللافت أن عملية الحزب اليوم بلغت 10 عمليات. إذا قارنا هذه عدد هذه العمليات مقارنة بالأيام السابقة، فيمكن القول أن عدد عملية الحزب اليوم مقارنة بالأيام السابقة تضاعف، إذ وصلنا ما مجموعه 10 عمليات مقارنة ب5 أو 6 عمليات في خلال 3 أو 4 أيام الماضية. لكن هذه الصورة الماثلة أمامنا في الجنوب اللبناني، اعتداءات على البلدات الجنوبية وعمليات لحزب الله ضد المواقع الإسرائيلية دائما في إطار قواعد الاشتباك المتعارف عليها. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. خليل كلاعي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رميش في جنوب لبنان.